تعالوا بقى نروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نعرف سوا ايه اخر اخبار النادي مع زميلنا العزيز مينا ماهر مراسل قناه الاهلي. صباح الفل عليك يا مينا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وإن شاء الله يكون يوم مليان بالخير والسعادة علينا وعلى كل اللي بيتفرجوا علينا. يعني أنا هنا في النادي الأهلي فرع الجزيرة في هدوء نسبي بعض الشيء، ولكن يعني مع توالي الساعات بيجوا الأعضاء لمقر النادي لتأدية التدريبات يمكن الصباحية وعلى مدار اليوم. يمكن درجة الحرارة النهاردة مناسبة بعض الشيء، يمكن بدأت درجة الحرارة تنزل، يعني الأيام اللي فاتت كان الجو بصراحة حر شديد جدا، لكن خلاص دخلنا في أجواء فصل الخريف والشتاء. بالنسبة للسيولة المرورية طريق المعتاد من مصر الجديدة للنادي الأهلي هنا في الجزيرة بيكون حوالي 20 دقيقة. يمكن كان في سيولة مرورية كبيرة جدا على كوبري اكتوبر وصلاح سالم، ولكن كان في زحمة بعض الشيء عند منزل نزلة الزمالك من كوبري 6 اكتوبر. نروح بقى للفرق الرياضية بالنادي. يعني امبارح كان في سلسلة من الانتصارات لجميع فرق النادي الأهلي. نبدأ بسيدات الأهلي، فازوا على نادي الصيد في إطار دوري المرتبط بنتيجة 76-34، ويمكن أيضا فريق سلة الأهلي 16 سنة تفوز على نادي الصيد بنتيجة 65-53، وده أيضا في منافسات دوري المرتبط. صراحة فرق سلة للبنات بتقدم أداء أكثر من رائع، كانوا عاملين إعداد كويس جدا للموسم، وإن شاء الله ربنا يكلل تعبهم على خير ويقدروا إن هم يفوزوا بجميع البطولات في هذا الموسم. أيضا شباب سلة الأهلي 14 سنة يفوزوا على بيترو سبورت بنتيجة 61-15 ضمن منافسات منطقة القاهرة. نروح بقى لكرة القدم، ويمكن كان في أمس مباراة ودية لفريق 2001 أمام فريق الأمل بنادي القناة في محافظة الإسماعيلية، وقدر النادي الأهلي أنه يفوز بنتيجة 3-0. والنهاردة إن شاء الله يكون في مباراة أخرى ودية لفريق 2003، وده استعداد قوي جدا للموسم الجديد. نروح لرجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، نجحوا أمس في تحقيق لقب هام جدا وبطولة هامة للدوري، مرة 11 على التوالي وال31 في تاريخ النادي الأهلي بعد الفوز على إنبي بنتيجة 5-3 في المواجهة اللي جمعتهم أمس في الإسماعيلية في إطار الدورة المجمعة الثانية في الإسماعيلية. بصراحة فرق النادي الأهلي مركزة تركيز شديد جدا من أول موسم في جميع المجالات. نتمنى التوفيق دائما للنادي الأهلي، وأيضا نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في نصف نهائي بطولة أفريقيا في المغرب. إن شاء الله الفرقة ترجع من المغرب على خير ونقدم أداء قوي جدا ونفوز فوز مهم على نادي الوداد. دي كانت أخبارنا و كواليس هنا الأجواء في نادي الأهلي فرع الجزيرة. لو في أي أسئلة أو استفسارات أنا معاكم على مدار اليوم. عودة لكم مرة أخرى في الاستوديو.